صايد لي مدحها من كل العباد ما حد مضمرها شهايد داخل وخارج عند البلاد صفق ولها عوايد الهم رسوم قدام ويدا سبقها كل عام عايد يلي انت جدار وتلا بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله شواطنا تتواصل انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة الشوط الثامن هذا الشوط بعد خاص للأبكار نتمنى التوفيق للجميع ونتابع شعار بن عنودة مبارك محمد بن مبارك بن عنيدي العامري يفتتح الإذاعة بالشاهينية كي يسجل الحضور المميز راعي من حاف نتمنى للتوفيق المركز الثاني لحمد بن محمد بن قرين العامري واسمها الشاهينية موقعها المركز الثاني بنشوف المركز الثالث الذيبة مطر بن عمر الشامسي أو مرضية حق مطر بن عمر الشامسي وفي المركز الرابع سيوف راشد بن عبيد بالبحري المحرمي من يقدم سيوف وصلت وخذت المركز الرابع لكن وين بن عنودة وين محمد بن مبارك بالعنيدي العامري يبي يصبح لها الزاخر بالسلام أم يكون بالقرين كلام آخر حمد بن محمد بالقرين لكن راعي من حاف ما في حيلة من يحضر ما في حيلة يحضر حضور المميز مشكور يا راعي من حاف مشكور يا بن عنودة يا هل زاخر يا هل زاخر يا هل الانتاج الفاخر بن عمر بن عمر يرفع راية الخطورة بمرضية لكن بالعنيدي ما في حيلة أطلق لها العنان وبدت بالسرعة بدت بالانفراد تهانينا والناموس لمحمد بن مبارك بالعنيدي العامري مشكور يا ابو مبارك مشكور مشكور يا محمد مشكور تهانينا والناموس لمحمد بن مبارك بالعنيدي نهني على فوز الشاهينية قامت راس وتنهي الشوط راس مرضية ما قصرت قدمت كل ما في الكفاية مطر بن عمر الشامسي الثالث يا حمد بن قرين العامري التوقيت دقيقتين و14 ثانية ما شاء الله بعد التوقيت مميز تهانينا والناموس لمبارك محمد بن مبارك بالعنيدي نهنيه على فوز الشاهينية بالمركز الأول